حد. ممكن تعرف برضو انه ايه يعني تاخد نفسك تضحك مع هيبة في الحتة بتاعت صلاح اللي بيحبها. يلا يلا صلاح اهي. بيحبها بصراحة، عملها صلاح حلوة لعيب كبير، أوي 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 أوي. لعيب يا صلاح صلاح ومرموش لعيب كبير. وأسفة وتريزيجيه قدر إن هو يحرز هدف التقدم حتى بص الآن. ده جاله شد او مزع، حب يلحق صلاح. الحمد لله، اعذرونا انفعالات للهدف ولكن انفعالات طبيعية جدا، واحنا بنتابع مع حضراتكم على الهواء مباشرة. برافو يا صلاح، برافو تريزيجيه هي دي بصراحة. بتاعت ممكن صلاح. صلاح هذا، انا ما قلتش كان صلاح جايال في مكانه ودخل بصراحة هايلة 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 بصراحة، عملها هايلة له قوي قوي قوي. نموذج، عملها له نموذج. وبيمينه كمان الحمد لله قدرنا احنا. الجمهور المصري مش بيصدق طبعا طبعا، والفرحة غير طبيعية. الفرحة جميلة يا سمير، طبعا طبعا والكورة دلوقتي طبعا، بالنسبة لنا هي اللي بتفرح الشعب، فالناس دي كلها ايه دي يعني؟ يعني ممكن يكون هو حاسس ان كان في انتقادات كتير ان الراجل بيلاعبه تريزيجيه، فهو يعني بيقول للجمهور يعني انا يعني مركز مش شايف، يعني انا مركز اكتر في الماتش.